ريال مدريد وختافي في نفس التوقيت ركله الجزاء من ركنيه زي ركله الجزاء اللي احنا بنتكلم فيها. لو هنجيب الصوره ونشوف تم احتساب ركله الجزاء لصالح ريال مدريد معانا اللقطه في الركنيه هنا دي كره ياسر ابراهيم هنا الراجل يا جماعه ده ماسك مش ده مش شادد ده ماسك مصر على المسك هنا رامي ربيع ياسر ابراهيم هنا المسك نفس الشيء في كره ثابته ركنيه هنا تم احتساب ركله الجزاء هنا لم يتم احتساب ركله الجزاء عندنا ركله الجزاء لم تحتسب صحيحه 100% هدف ملغي من وجهه نظري 1000000% كان هدف صحيح لم يحتسب وهنا بنتكلم بقى يا كابتن في تغيير نتيجه المباراه مفيش فيها الاهلي تعرض لظلم واضح النهارده يا كابتن ركله الجزاء لم تحتسب وهدف ملغي والنتيجه 0-0 هو في ايه المفروض يتقال اكتر من هنا هذه القرارات غيرت في نتيجه المباراه كابتن خلينا نروح للتعيينات يا كابتن نصر النهارده لما تشوف كابتن محمد الحنفي كان بطل وقعه الاهلي والبنك الاهلي السنه اللي فاتت وكان الاهلي تعرض لظلم واضح وكان على الفار كابتن محمد الحنفي وكان حكم ساحه كابتن محمود البنا وكلنا فاكرين ومتذكرين ركله الجزاء للنادي الاهلي اللي جت في ايد ايمن اشرف. النهارده هل بكافئ كابتن محمد الحنفي وبالمناسبه بعد الواقعه السنه اللي فاتت تم ايقافه مده طويله، هل النهارده برجعه على مباراه للنادي الاهلي بكافئه وكمان حط على الفار النهارده كابتن محمد علاء هاشم حكم صغير في السن لا يملك اي خبرات وما عندوش رخصه تحكيميه وما قدرش ولا مباراه من السنه اللي فاتت وعندنا المصري اليوم لجنه الحكام ده السنه اللي فاتت تقرر ايقاف محمود البنا ومحمد الحنفي اللي كان على الفار وقتها بسبب لقاء الاهلي والبنك الاهلي وكان خلاص بقى لقاء الاهلي والبنك الاهلي بقى اعتدنا كل سنه ان في اخطاء تحكيميه وظلم فادح للنادي الاهلي. شوف يا كابتن اسامه انا كلجنه تعيينات كابتن هاني كابتن محسن اباز انا بشوف المباراه صعوبه قد ايه؟ هذه المباراه زي ما قلت لك مرت اكتر من 3 مرات فيها مشاكل. بدايه من هدف ايمن اشرف اللي اتلغى في مباراه البنك الاهلي. تاني مباراه حصل ان رامي ربيعه كره ما كانش متثبته واتلعبت محمود وحيد جاب هدف الفار استدعى الحكم غلط والفار ما بيتدخلش في الاستئنافات دي كانت تاني مباراه. تالت مباراه كان فيها ركله جزاء لحسين الشحات مع ايمن اشرف لم تحتسب. اذا هي دي المباراه صعبه فيها احداث. انا النهارده كلجنه التعيين يا كابتن انا دوري هنا امتى انا ببص للمباراه يعني عيني على المباراه مين يتحط فيها مش شرط يكون افضل حكم لكن مين اللي يقدر يشيل المباراه دي مين اللي يقدر يلعبها يا كابتن هاني مين يبقى الفار ومين يبقى الحكم مين يبقى في اتنين فاهمين لان انا مش عاوز مشاكل تمام هي مشكله في التعيينات يا كابتن ما انا قلت حنفي حكم كبير مفيش كلام سقف احتساب الاخطاء عالي قوي 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 سقف احتساب الاخطاء عالي يعني مش بيسمح باي حاجه ده الحنفي لما اجيب حكم فار لابد يكون على نفس المستوى عشان يساعده لما ما اجيبش حكم مع احترامي ليه طبعا هو ابني او اخويا الصغير الحكم ما عندوش خبرات هو هوريك الحاجه وهو النهارده لما يبقى الحكم سقف طموحاته كبير وانا كحكم فار ما عنديش خبره انا بخاف اجيبه ممكن اخاف اجيب الحكم ليه؟ ممكن اجيبه يقول لي لا انت غلطان فبضطر ان انا امشي معاه في القرار هذا كلام مش موجود في التحكيم اتمنى تاني يا جماعه المباريات هي من دور واحد مش من دورين يعني النقطه اللي بتروح تعوضش ما تعوضش شكرا جزيلا كابتن ناصر شكرا جزيلا